انا برضو متفقه مع دكتور حسام واستاذ وائل في نفس الكلام ده كله. دكتور حازم ايوه، الجمال بينبع من الداخل وهو احساس داخلي الانسان بيشعر بيه، وكل ما كان الانسان عنده سلام داخلي وسلام مع نفسه، مصالحه مع نفسه، مصالحه مع الله، ومصالحه مع البيئه اللي حواليه، كل ما يشعر بالسلام ويبقى بالجمال ويبقى مهيئ ليه اكتر ان هو يتذوقه. بما انك يعني فنانه تشكيليه، هل المدارس اختلفت في تذوقها للجمال؟ طبعا المدارس الفنيه اختلفت كتير، يعني خصوصا من القرن ال 15 كان في زمان الكلاسيكال ارت اللي هم رينيسانس ارتستس اللي هم زي ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو، دول كانوا حاطين مفهوم مخصوص للجمال، حاطين ثلاث عوامل بحيث نقول اللوحه الفنيه دي نقول عليها جميله. اولا كانت مقاييسهم لازم اللوحه تبقى مقاييسها مظبوطه بالابعاد بتاعتها مظبوطه صح، مفيش تشوه، مفيش زي اليومين دول بيحصل اللي هي اللوحات اللي هي الابستراكت، اللوحات اللي هي الفنيه الاخرى اللي هي المودرن ارت. وكمان في الانتجريتي انها تبقى صادقه، وكانت لوحات فيها بساطه وفيها وضوح. البساطه والوضوح دي بتدي للانسان الشعور بالراحه فيشعر بالسعاده. طب احنا عايزين نعرف لو صوت مطربنا وائل حلو ده، مش شايفينه؟ لا بيقول كمان الاذن بتعشق قبل العين، مش بيقول كده؟